السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم متابعينا بكل خير ويا أهلا وسهلا مشاركينا الجدد. تم اليوم الكشف عن قبلك جزء الـ X600 الجديدة كليا لدى وكالة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية. وكما تلاحظون هذه هي داخلية الجيبل لجزء الـ X600. تأتي شاشات خلفية بمقاس 14 إنش بنظام اندرويد وابل كاربلاي. طبعا يوجد فئات، لحد الان تم الكشف عن 3 فئات من قبل اكسس ال اكس 600. زي ما تلاحظون الداخلية الشاشة القنصول الوسطي بمقاس 14 انش، شاشة وضعية القيادة قياس 7 انش، والشاشة الخلفية مقاس 14 انش. كذلك يوجد شاشة وسط المقاعد الخلفية مقاس 7 انش قابلة للارتفاع. هذه الداخلية بلون اورنج. شاشة للتحكم بالكراسي الخلفية. كما تلاحظون الداخلية تأتي بشكل أوسع من الموديل السابق، وتأتي مميزات كثيرة هي في نوع الجلد المستخدم في الكراسي وفي المقود والتخشيب، يشبه التخشيب فايبر كربون. شاشة العدادات مقاس 12.4 بوصة، عليها شعار الاكس اثناء التشغيل. المقود مثل ما تلاحظون تصميم جديد لقبل اكزيت. زر التشغيل مدمج في الشاشة المعلومات. طبعا تتواجد عدة فئات لجيبل اكسس ال اكس موديل 2022، فئة في اي بي، فئة اف سبورت، وفئة الديزل الذي هي دي 450. هذه داخلية في اي بي باللون الاسود. مثل ما تلاحظون لا يوجد صف ثالث للمقاعد، مقاعد الصف الثاني قابلة للطي. الداخلية بلون برتقالي. هذه داخلية فئة الاف سبورت، تأتي ب3 صفوف مقاعد. داخلية في اي بي 2 مقاعد، المقاعد الخلفية قابلة للتعديل. هذه داخلية العادي. مثل ما تلاحظون تصميم الداخلية مقارب لتصميم داخلية تويوتا لاند كروزر 2022. المقاعد في فئة الاف سبورت مطرزة، تأتي دايموند كات. الفئة العادية التكاية الذي بالوسط نفس تكاية اللاند كروزر، تفتتح من الجهتين. مكان الأكواب نفس مكان تويوتا لاند كروزر، داخلي باللون الأسود.
مثل ما تلاحظون الأبواب في فئة الفاي آي بي، جلد كامل بالباب. مقاعد الصف الثالث قابلة للطي والاختفاء، نفس مقاعد تويوتا لاند كروزر 2022. شكل التحكم من المكيف من الخلف مشابه لتويوتا لاند كروزر. مقاعد الصف الثاني مثل ما تلاحظون مقاعد الصف الثاني تأتي مقسومة في فئة الـ VIP، فئة الـ F سبورت تأتي عليها مساحة تخزين، وأيضا شاشة مقاس 7 إنش قابلة للإزالة والتحكم عن بعد، حاملة أكواب، براد بالوسط. شكل داخلية الفي اي بي اف سبورت. زي ما تلاحظون التحكم وضعية القيادة عبر شاشة وسطية بقياس. لا تنسوا اخواني الكرام الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم، انتظرونا في فيديو قادم.